أهلا وسهلا أهلا وسهلا. واليوم بدنا نقول وداعا لكل الأمراض بنوع خاص من مرض الجلد، ومنه على أجرينا. بدي استعمل الكلمات يمكن أقولها بالإنجليزي بس أنت كلكم تفهموا. هلا اللي عم بيكبوا الفكر، بدي أقول نبأ، بدي أقول فلين وفلين وفلين، عم نكب أشياء بالهواء تضرب الجلد. كانوا أميتنا نوع خاص الأم، شو بدي أقول، حب تعمل هيك أمي وتحط بزيق، تحط إيديك تروح. ومبارح أنا مشيل حتة آلة طبيب أصبعه، ولا دواء ولا شيء أبدا، هيك بالكتاب محطوط. هلأ على هالإجر هون وهون عكس بعضهم، هن عكس بعض. وين عم بيوجعك؟ بكل الجلد. عم بيحطوا تحطوا أمراض هون. شو فينا نحط كل البزيق هون؟ لا ماما، بعدي أنا تقبلنا نجيبيله طاسة كيسة الرعبة، من أولى مكتوب عليها هيك كلمات حلوة من الإنجيل، أو أنت كمان عندك هيك شيء مكتوب عليه تنقول شيء أنت اللي بدك إيه، رسم عليه أرزة، رسم عليه شغبية إيديك لا كفوف ولا شيء، تمسحي كل الجلد. بتمسح هلا تتركينه ينشفه. كيف بول الإبل؟ بول الإبل خصوصي الكبير أو الولد. ومننتبه كل المواد الحيوانية، قلبين وأجبين وهي، إلا إذا أنت عندك معزية، أنت عندك بقرة، أنت عندك من وقت لوقت هيك يعني قليل، ما نذبح ما نذبح. بعدين الخضرة يلي نحن عم نزرعها، يعني اللي شفت بدبي ما فيني إلكن هالبزر، الفجل الأبيض، الفجل الجزر الأحمر أحلى منه. في مزارع ويلي أجانب هونيك عم بيعلمون إنه حتى لو أنت بالصحراء بتحط كومبوست طبيعي، طلعوا بالصحراء أوقات تطلع هاي بالصحراء، هالحشيش اللي عم تطلع بالصحراء بتجيبها الماما تطلع بالصحراء، شليها مثل ما هي من شلوشة، بتغسلي تفرمي بتلبسيهم كلسات وبتحطي هالخضرة هون وهالخضرة هون، بتعصريهم أو بتمضغي شوي شليها بزين. هون عم بيشعني كتير، أوه ما فيني هون هون هون. من العشب اللي بيطلع بالصحراء. هلأ بتكونوا تشوفوا انه في الريق والعرق، قد ما فينا ما نلبس، خصوصي الرجال يعني، المرأة اذا فيكي لهون او هيك لهون، لانه بس تعرق هو هذا العرق هو اللي بيشفي. بس تشوف العرق هيك حط ايدك او شيء شيله. وين عندك شي بالجلد؟ هون. وتركت نشيف هي يلي لابسين عباية وهيك. البناطلين، كل البناطلين عند البنات خصوصي وبلبنان حتى برا صفت مخزقين هول وهول وما ادري شو اواديح وهيك، انتبهوا هيدي من كواكب برا عم تجي حتى تضربنا. في كواكب شيطانية وفي كواكب رحمانية وفي كواكب فينوس ومارس وكلهم. وقفوا هالتخزين، وقفوا عمليات التجميل كلها، شي طبيعي نخطير فوق الطبيعة نكبر. وقت بلشنا عملنا هون نزعنا كل الجسم، ما كنا نعرف بس هلأ صرنا نعرف. لا تغيروا في خلق الله. هلأ الماما إذا هيك شغلة صغيرة بتجيب تين أخضر، بتشيل منه هاي الحليب نقطة نقطتين، وبتشوف أكتر شي هون هيدا الإصبع وهون
ويلي بتلاقي صبيعه هيك وصبيعه هيك من ورا الصرامه اللي لبسناها من احنا وصغار. دهن التين. امبارح وقت كنت بالطياره قريت صوفيا لورين عمرها 80 سنه ما طلعت من بيتها وعرفت. وقت شفت ميتشو قال لها هيك 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 هيك, هيك. عندها هاي العظمه عندها. جاكلين كندي ما صدقت. قال هيك بصير فيك. حكيت قبل ما تموت بعشرة أيام. قالت لي حقيقة كلها اللي كانت. قلت لها أنا بس إذا فيك يعني تقولي أربع كلمات أنت اللي بدك إياهم قوليهم. وحدة هالمربع. بالعرب ما في حدا ما بيقول لا إله إلا الله. كلنا. إسلام مسيحية. منين أجيت؟ أجيت من طاقة نحس. في طاقة حسد. وجلسة غيرة وأشياء كتيرة يلي نيجاتيف ما فيها شيء بوزيتيف أبدا كله سلبي 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 سلبي. هالكلمة انتبهوا لها بتمنى ما تقولوها على برامجنا وعلى تلفزيوناتنا. الأولاد عم بترددها. شو بيصير وقت بتقولها؟ الطاقة اللي فينا ما في شيء بوزيتيف. الطاقة السلبية بتقوى وبصير ولدك هو وماشي على الطريق وانت مهديله إيده. في واحد ماشي على الطريق شوف كيف انا ما شفت كله شو واحد حكينا في الكلام مش على الموبايل هو لما قلت له الولد بيخدع لا هي بيعرف هي ولا ما بيعرف بيسحبها. وهلا انا شو بدي اشبه لكم ما قلت لك لشيء موسيقى عم نسمع وعم نحكي كل واحد انت مسؤول. احم 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 وقت اللي بتبزق بايدك وبتشوف بزقك شو فيه انتبه. انا بزقاتي ما فيها بلغم ما فيها هيك ما فيها هيك. مع انه بدبي ما فيني لكم شو خفقت ما اكلت مواد حيوانيه وقلبين واجبين ابدا ولا شيء. بس اكلت حلويات منا بالسكر رح نجرب نعملها نحن هون بالتمر بهيدي الشجره اللي بتطلع بكندا قد ما فيكم. ما بتصدقوا انه منا سكر بس نحن عندنا تمر عندنا دبس عندنا تين عندنا نسيت اسمها هلا يلي بكبوها هيك على الشراشف قمر الدين. كلنا كنا نحطه بجيب الاولاد خلاص مما يليك. وفي عنا تنقول معنا شاب الحوي هون يلي من بديدون ومن رفيق هون بضيعة اسمك فرز بيان يعني 1400 متر عندهم تين وعندهم زيتون وابنه بيقول له كل من ها ابنه بيعلمه صغير. ما بدنا نشتري ابدا بردقان فيه كله حمضيات موجوده وعندنا التمر اقوى حلو التمر حطوه بتمكن وحطوا النوى بالتم بزقوا والنوى اللي فيها. هالبزقه اللي بتطلع وين في مرض؟ وين في؟ هون عم تطلع بالعقم بدنا تطلع طلع لدم. ماما بتجيبيها بتدهني. ستنا عائشه شاركت بالريق. اخذت المسواك اخر شيء دخل ريق على دمه. بس بالعرق أخذت إيده على إيده ومسحت له عرقه بعرقه 1 and 0 لأنه عايش الإكستاسي هو رايح. وليش منعرق؟ يا منخاف يا منكون بفرح كتير يا منكون. فإذا ينضح الإناء ينضح بما فيه. هيدا اسمه التيمم. دو إن الوضوء الأكبر.
كل جسمك. مشان هيك قد ما فينا ما نحط بانيكور وميك اب وكل هو. دينيا قالوا لنا ما فيكم تصلوا. نعم علميا هلا عم بيقول وقت اللي هو انت عم تقصي ضفيري بجنينة خليها تنزل بالزريعة بجنينة. هلا بدكم تشوفوا كيف منتناغم بالالوان. شلونك بتاخذوا هالشعر بتطموا بالتراب، ضفيرك بالتراب، وقت بتقص شعرك بتحس فيه، وقت بتقص ضفيرك بتحس فيه الحقد البغض الغضب كل هاي قدمون. انتبه هو يغضب عليك بس انت عاملهم بأخلاقك بسببه ارتكب هالجريمة بسببه سرق. بنتبه ميل الحرام ميل الحلال رزق الداشر بعد اللي بالناس الحرام وانتبه وين بتصرفه. بهالزمن نحن قوم أقل شيء ثلاثة لا نأكل حتى نجوع. مش أنا يعني عم بأكل أنت صايم أو أنت ما عندك أكل. تاني شي بدكم تشيلوا العلكة كله بأمر منهم العلكة كلها used condoms مش 100% 99% احتلك طعمة الصوص وهي الصوص وكذا. لا انت عندك شجرة لبان حط اللبان من بعد ما تاكل شي ربع ساعة. ليه؟ لأنك ماما ضغط الأكل بدك تعطيه ريق. بس أنا بدي أمضغ الطعام مضغ 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 ما بدي حط ريق ما بدي دور الغسالة عشي فاضي. بدي أمضغ تمضغ هون تمضغ هون تكدش هون. ووقت اللي بدك تقعد تاكل تربع جماس جليس ما في بيت كان بالضيعة ما عنا حبق قدامه. مش لح من أجلكم صف السرمية منيح عم حكيكم من 80 سنة تعمل أمي هيك فوتوا تربعوا نقعد على الستوف ما عنا كستنا حدين صار في كل شيء. كنا بلوط في بلوط حلو وبلوط مر. مين أكل بلوط وهيك نخبية البرنيطة تبع البلوطة حتى بإصبعنا خاطئ ما مدري كيف برنيطة. ما كان عنا لعب ما عنا كله بس ما كان في مرض. ما كنا نعرف إنه في ناس عندهم بردان عندهم كسلان. ما في سيارات ما في كهرباء ما نتواصل نمشي من ضيعة على ضيعة إيه نوصل ونرتاح. وعلى الطريق إذا مدينا إيدنا عشي هيدا البطن لناكل يضربنا بي يقولوا له يا حكيم رزق الدرب للدرب تركن هالولاد إنه هاي سرقة. لا ما تكونوا كتير ما أحلى شي مد إيدك على التوتة. نوعين من التوت كلنا بدنا ناكله التوت الأبيض طيب كتير عندكم منه والتوت الأحمر. التوت الصغير دخيلكم تركوه أو للعصافير أو جمعوه وخدوه للمريض إنه إيه ما رأيت بدها تكون هالشوكة ما أحلى شي. مرة أقول له شوكي للكبير بتقولي له يا بابا يا جدو وين شكتك الشوكي؟ ها بس ما بعرف ليش راح وجع راسي. مشو حيفي خلات شكوا الشوكي. ما مرة الملك شكت الشوكي قالت له إذا أنت الملك ما بدي شكك يعني مين بدي شك؟ من هون طلع علم الأكوبنكتشر شك واخذ الابر. اها بس هلا انت بدك الوضوء الاكبر ايش تشكي ابري او تشكي ما بتعرف وين ماما هون موجوعني. قول يا الله قول يا شافي انت شو بتحب تقول؟ بتحب اللعبه بتحب كلهم موجودين بكل الكتب محطوطين على موقع بيت الله. خلاص موقعك وين ما كان بالتلفزيون كل شيء مريم نور
ما في يعني إذا وقفوا اليوتيوب مدري شو بيقولوا، أنا ما بفهم فيهم كلهم، بس بستلم إيميل وببعت إيميل بنتر تشوف هالحضرة بيبعت لي إياها محمد كيلاني وأنا بوزع. وهن والشباب هون يا حبيب قلبي دغري بيبعتوها. فإذا المرض أنا المرض وأنا المريض وأنا الداء والدواء وأنا الشفاء والشافي بتجاوب معي. ادعوني أستجيب. انتبهوا ما يكون علينا دين لا مادي ولا معنوي. خذوا صدقة وروحوا، ما تعطوا مصاري للناس، لا هذا مش شحات. خبرتكم هلأ حوالي 240 بالأشرفية، هودي اللي قروا لي عليهم، قلت له ما تعطوني أساميكم والليستة معهم هالأمراض اللي بتعدي. قلت لهم هيدي كارما يعني سببية، أنتوا بدكم تدفعوا الثمن. لو أنا دعيتك وجيتي وجوزي عمل فيكي هيك، ولا ابني ولا خيي ولا الخادم ولا السواق، ولا بس أنت جيتي من بلديك تاخدي 200 دولار بالشهر. انتبهوا إذا بتشوفون كيف بيناموا. فات اسمه أنطون، طلع اسمه أنطوانات، يعني 30-40 شخص بالحمام إيدين وإجريون هيك وإجريون. ولو ما أنت عندك قصر كتير كبير وهول عم بتنيمون، أنت روح لعندهم شوفهم. خادم الحرمين وقت كان يا أمير المؤمنين ورايع القدس تيعطوا المفتاح، قال له لأن أنت لك تجرني. هيدا دوري. تحرك سيدنا عمر وصل نوره على القدس، عطوا المفتاح لقلو. فإذا نتناغموا بالألوان اللي بتلبسوها لحتى الإنسان بس يشوفك بينبسط فيك، وإذا إيميلك كمان حلو كمان بينبسط فيك. وأنتوا بإيميلاتكم الباسورد تكون من أسماء الله الحسنى أو بسم الله الرحمن الرحيم. كل الإسلام والمسيحية النصارى العرب كلها إلا ما في حرف حرفين ثلاثة من بسم الله الرحمن الرحيم. سو وقت اللي بيكون هيك بيرجع لي، وقت بتفوت على البيت وتلاقيه منيح ومرتاح ومبسوط فيه كمان. فإذا اليوم منقول لكل الأمراض الجلدية مش جلدوه ضربوه، لا بيتغير جلده كيف الحي. رح تشوفوا قديش فيه بالسودان، بس نطلع مع بشار ما صدقت. قلت له يا عمي كيف في مريض بالسودان وعندكم هيك؟ شو بيعملوا من القش؟ جزدان وصواني طناجر كل شيء، كل بلد هيك. شوفوا شو في سروي عندنا بكل بلد، ما السروي بالإنسان. الإسلام فات بالأخلاق وبالعلم، أسلموا الناس بأخلاق ومش بالقرآن، إنما الأمم والأخلاق. إن لم تعودوا كالأطفال. فإذا ننتبهوا بألوانكم، انتبهوا اسمها social hanger واسمها chipping. رحت على المول عنا بالأشرفية، تعرفوا الاسم مرحول، قلت لها مين حاطة الموسيقى؟ طلع واحد اسمه من الكويت. جيت دلفنك قلت له كوي الكويت ولي خيه عم تكوي الأم العربية بهالموسيقى اللي هني طالبوا مني اني حطيك. قلت له انت معك هيك وانت معك هيك وانت. قلت له ايه؟ قلت له هيدي بتضل رايحة تجي على الحمام. فويس ثيرابي، أرحنا يا بلال، شيلوا الموسيقى كلها. مدري شو بتعمل هيك مدري. كل المطاعم كل الصيدلية بتهزلية بتفتح صيدلية. فإذا أمراضنا الجلدية بتشيلها من لب الألباب. ما بدي الفكر الكافر الماكر الماهر، ما بدي جسديا أنا أبوي قوية مثل محمد علي مثل هيك، ما بدي هنا. هذا بدي يموت مش اليوم بكرة بعد شوي. بس شو اخذ معك على القبر؟ حسن الخاتمة هيدي بإيدك، بتغير جلدك 4 مرات
ثلاثة أربعة بالسنة. سألوا على الحية كندليني، يعني يا حية كم درجة هيدي السلم عندي؟ 99. كم واحد وصيل؟ ليل كتير. كيف أنت بتطلع؟ بطلع معه 3 4 5 درجات برجع بنزل معه 6 7 8. عشان هيك الرمز 99 اسمه صفة وفعل، وبعدين المية ما حدا بيقدر يقولها، بس you can catch it. حدا بيقدر يخبرك شو طعمة المي، عطشك بس بياخدك على النهر. ما فيك تقلي انت غير لساني وغير عمري وغير عطشي، ما في اثنين مثل بعضهم. شو حلو الشمس، انت شفتها بغير نظر اللي انا شفتها. انا زعلان ما بقى معي لبيل بالشمس، انت عم ترقص وهيك كل شيء حلو لها. فاذا هاللحظة هي اليقظة، هاللحظة هي الماضي والمستقبل، الان بهالزمان بهالدقيقة اللي نحن فيها بهالنقطة بهالنطفة. فلنشيكم إياها. أغلق النوافذ التي تؤذيك حتى وإن كانت تطل على منظر يعجبك. ما عرفت طبعتها. حتى وإن كانت تطل على منظر يعجبك سكر، لأنه هالمنظر اللي بيعجبك رح يأذيك، رح تلتهي. يا الله شو حلوة، هلا بتمرقش مرة، هلا بتمشي رجل، يا الله السيارة، يا الله. إذا عم تتطلع فيها مثل ما الطبيعة عم تتناغم مع الطبيعة، إيه الطبيعة بتتناغم مع الطبيعة، بس نحن لا. الحمار والحيوانات ما بتنتحر، انت وانا اللي بننتحر. فاذا نتناغم بألوانك الداخلية والخارجية، تناغم بنواياك، تناغم بأفكارك، تناغم بطعامك، تناغم بالحكمة اللي بيعطيك اياها. وكثير اوقات الوحي، انتبه من عشية قبل ما نام، بكره شو بدي اعمل؟ اذا ان شاء الله مثل ما انت بترين. اوقات بقول رحت الفن لعدنان، دق بدق عدنان بيقول لي ايه هيك هيك، بقول له طيب بتفكر بابنها يلي بامريكا، حبيب قلبي شو عم بيعمل؟ تخبرني مشتاقه لي. ماما ايدي كانت هون. ها رح فرجيكم اياها. وكل بيت تقريبا بلبنان عنا بسيني بتضيع كلنا. شوف هاي بسيني بيضة وهاي بسيني سودة، واتنيناتهم غامرين بعضهم، واتنيناتهم بيتناغموا مع بعضهم. ما بقى نقول هيدا عبد أسود، نعم منلبسها بكذا مليار دولار الحجر الأسود. هو منه أسود بس تيقلنا إنه لازم نشوف الليل، لازم نشوف النهار. لونا عتمت 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 ما طلع البدر وعدينا. وهيدا ايه ما رح اقول انه اعمى، اعمى بس شوفوا شو بيعمل، كيف بيشوف هالالوان وبتقله بتعطيني بدي هيدي لونها، بيقلك لا هيدي هاي اللونة هون، هاي اللونة هون. قلت له بدي وحدة حتى على راسي من هاي اللون. قال لي انا ما بعطي للنسوان بدي. قلت له الان بدي حط هيك. قال لي ايه الالوان اللي لبستيهم؟ هي حطتها هو لأنه في شمس،
كلنا كنا نشتغل كروشي خصوصي الأرمن كلهم كيف بيقدروا يشوفوا هالألوان؟ ليش الرجال عند الأرمن عند المسلمين عند اليهود بيغطي هاي الطاقة؟ هون للمستقبل المرأة بتضب شعرها هون بون فام بتقوى الطاقة الفكر هون الروحانيات وم الرحم صورناكم بالنص خلفاء كانوا تشتت لا إله إلا الله محمد رسول الله السبعة سبعة 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 سبع أجيال لقدام وسبع أجيال لورا وخلي المي مطر نشف عليه كله هلا هاي صورة هل الفقر عيب؟ لو الفقر رجل لقتلته ما هيك؟ منو فقر المادة يا أخوتي؟ فقر النور فقر لحي وهذا كمان بيقدر يلعب عملها وبيجوا وبيتفرجوا الأولاد ويعملوا وعنده طابة وعنده كل شيء وهذا بيته وهذا كوخ فإذا من كل ذرة في شر وفي خير وتحترمون اثنينهم وتوحدون مع بعضهم بتغير الرجماني إلى رحماني.